سيادة اللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور عليكم وعلى السادة المشاهدين، وبنشكر حضرتك على يعني سيادة المحافظ معانا مع حضرتك. أنا أولا لا احنا اللي بنشكر حضرتك، حضرتك مشرفنا النهاردة. هنبدأ من المشروع القومي لمصر الخاص بالقرى اللي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان نبدا من هذا المشروع الاحدث. ايه اللي بيتم؟ عدد القرى في الوادي الجديد، ايه اللي هيتم في هذه القرى تحديدا؟ انا بشكرك طبعا حاجه لالقاء الضوء على محافظه الوادي الجديد اللي في نفس ال 44 في مساحه مصر. بنوضح لاهلنا في مصر كلها ان الوادي الجديد فيه نهضه عمرانيه وبنيه اساسيه وفي كل حاجه موجودين فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. ده ما يدل على القيادة السياسية ما بتهتمش بالعاصمة فقط أو المدن الرئيسية، لكن برضو الأطراف زي الوادي الجديد ومطروح وسيناء والبحر الأحمر. نعم. وفي مثال الوادي الجديد أو لحضرتك عن حياة كريمة مثلا، أنا بكلم حضرتك دلوقتي من مركز الفرافرة اللي هو أحد مراكز الوادي الجديد. ده بينه وبين عاصمية المحافظة اللي هي الخارجة 500 كيلو. المركز ده داخل في حياة كريمة ب 25 قرية. احنا الحمد لله، انا بكلم حضرتك كل الوكلاء الوزاره والمديريات موجودين معايا في الفرافره. نعم. بنحصر مطالب كل قريه حصرناها، احنا بنراجعها دلوقتي مع الشركات المنفذه وقياده المنطقه الجنوبيه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، علشان ان شاء الله هنبدا العمل والمعدات هتبدا تجي لنا من اول اسبوع جاي، بحيث ان شاء الله العمل زي ما السيد الرئيس اطلق هذه المبادره. فالنهارده فعلا احنا موجودين، انا متواجد في الفرافره ومعايا وكل وزاره التربيه والتعليم، الاسكان، الطرق، المرافق، الزراعه، الري، كل الجهات الحكوميه علشان تراجع مع رؤساء القرى. احنا عندنا 25 قريه وتابع. التكلفه مش بقول لحضرتك مبدئيا كده لا تقل عن 2 مليار جنيه عشان نعمل صرف صحي وميه ومرافق ورفع كفاءه ومراكز شباب وملاعب ومدارس ورفع كفاءه لكل، في الاخر خلال سنه هنلاقي مركز كامل في الوادي، واحنا عندنا خمس مراكز. نعم. واحنا بنشكر طبعا سياده الرئيس ان دخلنا احنا في المرحله الاولى، لان احنا طبعا بالنسبه لعدد السكان 250 الف مواطن وخمس مراكز. نعم. يعني بالنسبه للشرقيه والغربيه والمحافظات الكبيره دي. نعم. لكن وجود ال 250 الف مواطن ده امن قومي لمصر، يعني لانهم بيحرسوا متواجدين في يعني على حدود دولتين. نعم. على حدود ليبيا وعلى السودان، فلازم الاهتمام دايما بالمواطنين الموجودين في المناطق. طيب سيادة اللواء النهارده واجتماع حضرتك معانا، طبعا الاجتماع النهارده الصور في هذا الاجتماع مع رؤساء المدن والقرى اللي موجودين مع حضرتك، اديني سيادتك نموذج القريه، هدخل القريه سين هعمل فيها ايه؟ هقول لحضرتك، احنا الموضوع ده بقالنا اكتر من شهر داخلين فيه. احنا بندخل القريه بنحصر اول حاجه مرافق القريه فيها صرف صحي ولا ما فيهاش، ممكن يبقى فيها صرف صحي في بيارات وكلام من دي، يبقى نسجل. طب ندخل بقى نشوف الميه الشرب وصل كل المنازل ولا مكان محدد ادي مياه الشرب. ندخل على المرافق بالكامل، مثلا على الطرق، هل الطريق ممهد ولا طريق متكسر ولا طريق ترابي يحتاج ايه. ندخل على الكهرباء، طب العمدان الكهرباء اخبارها ايه، المحولات، هل هي مكان سولار ولا غاز ولا مولدات ولا حاجات من. مفيش يا شباب الرياضة حضرتك، ده احنا حتى الوحدة الزراعية حصرناها، هي محتاجة ايه؟ محتاجة رفع. طب الوحدة البيطرية محتاجة معدات عشان برضو يشوف القرية يبقى فيها وحدة بيطرية كويس تخدم اهلنا. يعني بامانة التوجيهات اللي جات لنا من القيادة السياسية التضامن الاجتماعي، شوف وحدة التضامن الاجتماعي لازم يكون في وحدة تضامن اجتماعي عشان تخافوا له كرامة وحياة كريمة. مكتب بريد او سنترال، يعني احنا عندنا الحمد لله، شوف رغم ان احنا مسافتنا قد ايه، احنا لسه ابراج الاتصالات 175 مليون جنيه عشان نغطي الوادي الجديد اتصالات محمول. ثم في فايبر بيغطي الوادي الجديد، ولما بقول بيغطي الوادي الجديد يعني الرقم الناس ممكن ايه، طب ما كل المحافظات متغطيه، لا الوادي الجديد حاجه ايه. يعني فايبر ده حوالي 1000 مثلا من الخارجه للفرافره، بقول لحضرتك 500 كيلو او 600 كيلو من الفرافره للعوينات 1000 كيلو. فلما كل الشبكه دي كل القرى وكل السنترات الارضيه متوفره فيها، طب لو في قريه فيها مشكله في الاتصالات بنقوي الشبكه. كل الكلام ده احنا مسجلينه وراجعنا اكتر من مؤتمر مع كافه المنطقه الجنوبيه والهيئه الهندسيه، بحيث ان احنا مؤتمر اتعمل في الهيئه الهندسيه من حوالي اسبوع وعرضنا كل المطالب بتاعتنا. بقول لحضرتك من اول
يعني التضامن الاجتماعي، يعني حتى لو في وحده اطفاء، لو في مستشفى، في مدرسه، بقول لك يعني مش عايز عشان مكتب تموين، لا يعني انا محتاج التفاصيل عشان الناس كمان يعرفوا. لو في بص بنعمل هنعمل ايه في قرانا، اي شوف كل وزاره موجوده في مصر ما عدا وزاره اللي هي الهجره بس والعاملين في الخارج اللي مالهاش فرع، يعني مكتب قوى عامله هيترفع كفاءته، تضامن اجتماعي هيترفع كفاءته، تضامن تموين تجنيد. مكتب تموين. طب لو في عندنا مثلا مشكله في الطرق، الربط بين المراكز، الربط بين القرى، طب الاسكان، احنا دلوقتي الحمد لله بنعمل حصر كمان لاهلنا، مثلا ممكن بيت يكون حضرتك ايه يعني دون قديم او دون المستوى، دون المستوى ان شاء الله هنرفع كفاءته باذن الله. كويس.